نعبر على اعتزاز فريق التجمع الوطني الأحرار لما تحققه اليوم الدبلوماسية الوطنية تحت قيادة جلالة الملك من إنجازات غير مسبوقة في تحقيق المصالح الكبرى للمملكة وعلى رأسها القضية الوطنية. وآخر هذه الإنجازات ما جاء في بلاغ الديوان الملكي، وهنا نشكر دولة إسرائيل على اعترافها الصريح بمغربة أقاليمنا الجنوبية، وهذا نصر وإنصاف لقضيتنا العادلة. ونحن في فريق التجمع الوطني الأحرار إذ نتمم كل المكاسب التي تحققت والجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي من أجل تعبئة كل الوسائل للدفاع عن قضايانا الوطنية طبقا للتوجيهات لجلالة الملك. قد استطاع المغرب أن ينال احترام المجتمع الدولي بفضل سياسته الخارجية المتوازنة والمبنية على الدفاع عن القضايا والمصالح الوطنية والإقليمية وكذلك الدولية، وعلى نهج التعاون والتضامن والمساهمة في حل النزاعات وتحقيق السلم والأمن الدوليين.